وانا نبغيك ونغير ونموت عليك، شفتك معاها بعينيا ملا ما تكذبش عليا، شفتك معاها بعينيا ملا ما تكذبش عليا السنين وانا نبغيك. انا الاسم ديالي السلام عليكم بعدا، والاسم ديالي فاطمه والاسم الفني فاطمه الميلوديه. المسيره الفنيه ديالي بدات في ابار على تسجيل وداك الشيء ملي الله بديت في 99 2000، كنت باقا كنقرا وخرجت في اللغنة. تبع الغنى بزاف ولدرجة كنت كنخلي الدراسة وكنقدر نمشي للحفلات ونحط المحفظة ديالي ولا الشكارة عند شي صديقة وكنمشي. الاسم ديال الميلودية ماشي انا اللي درتو، دارتو هي الشركة ديال مفتاح ميزيك. كانت عندي شركة مسينية معاها كونترا وهي اللي فرضت عليا ندير هذا الاسم ديال الميلودية، حيت لقاوه اسم شعبي وسهل في السمع، يعني يقدر اي واحد يحفظه. فعلا بصح عندك الحق، بزاف اللي كيقولوا لي راك انت اخت ديال العادي الميلودي. بالحق انا ما كتربطنيش مع شي حاجه، كيربطني معاه الغنى وصديق ديالي في الفن وكان معايا في نفس الشركه ديال الانتاج. الفكره اللي كانت جات من عند شركه المفتاح ميزيك هي اللي قربتني لعادي الميلودي بزاف، يعني هو عنده واحد النمط تيغني شويه طريقه التبراح ديالو ولا الديديكاس اللي كيدير مثلا كيتقال هضرته فيه، وهادي تانا عطاوني نفس الفكره ديالو كنهضر ولا كندير الديديكاس ديالي ثقيله. داكشي علاش ولاو كيقولوا شبيهه عادي الميلودي، ما بديناش في وقت واحد، هو بدا قبل مني عند شركه المفتاح. اش هاد الشيء كنشوف، اش هاد الشيء كنشوف، ناري ناري اش هاد الشيء كنشوف، بنادم طاغي انت في الدنيا عابر وضن راسك خالد، يا ما سبقوك عاشو كانوا مشاو وعطاو بالنيا في الخير جراو، في لساننا ديما يبقاو ما يتنساو، ونفسك في الشهائي وغكات فناس، والنفس في الشهائي وغكات فناس، كتجري بالوهم راك تدرسا واحد في القناز وجارو في العرس، واحد في القناز وجارو في العرس، هادشي غير زايد متايح بس، قد ما طلي لغا تطلع الشمس، قد ما طلي لغا تطلع الشمس. بالنسبة للغياب ديالي كان راجع لظروف شخصية اللي وقفتني مدة 4 سنين. بصح بزاف ديال الناس كيقولوا لي تقريبا متبع السيل ديال الداودية ولا كتغني بحالها، انا كتعجبني احتراماتي للفنانة الداودية وكل شيء الناس كتعجبهم، ويقدر يكون بصح يقدر يكون عندي شويه لافوا قريبه ليها وصافي، وكيعجبوني الدياسك ديالها وتنغنيهم، يمكن هذا الشيء هذا هو السبب اللي خلى الناس كيقولوا لي كتميلي للداوديه ولا كتشبهي لها. ملي نهضر في التليفون يا ربي ويدير لي قصه وروايه، وانا ياكون بغيت الخون يا ويلي ما يديروش حبي وحدايا، انا حبي راهم غيار يا الويمه وما عنده ثقه فيا، ويحسب له قلبي غدار يا ويلك وانا مع بصفه والنيه يا عمري. كنشكر الجمهور ديالي اللي مساندني ومتابعني، وكنشكر الجمهور ديالي اللي من طنجه حتى للقويره، ولي فانس ديالي اللي معاونيني يعني جنود الخفاء ديالي، وكنشكر طاقم شوف تي في على حسن الاستضافه،
وترقبوا الجديد ديالي ان شاء الله عما قريب. وكنموت عليكم.